هذه مجموعة جديدة خاصة بالشعر المصبوغ، تحمي الشعر أو تحمي صبغة الشعر بحيث أنه مع الاستخدام ما يتغير اللون. من آيكو، هي عبارة عن شامبو وبلسم وسبراي وهم بعد معاها ماسك. هذا البراند وايد حلو، نزلنا منه من قبل اللي هو حق سانتان، هم بعد نزلت لكم أنا منه كونديشنر وشامبو، بس هذه حلوة المجموعة لأنها عبارة عن color product and repair، يعني مثل تعيد حيوية لون الشعر المصبوغ وتحمي اللون بحيث أنه ما يتغير مع الشامبو ومع الاستخدام. فحق اللي صابغين شعرهم هذه المجموعة وايد 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 ممتازة بنات. المجموعة هم بعد يعني مختصة بالدامج هير، الشعر المتضرر والشعر المصبوغ، يعني تحافظ على حيوية ولون الشعر وهم تعالج الضرر اللي فيه. مكونة من أشياء وايد طبيعية، من الكينوا، سان فلاور سيد اكستراكت، من اللافندر، من الريحان. الريحة وايد حلوة، ريحة الشامبو تحسون شي أعشاب طبيعية. بسولف لكم شوي عن مجموعة إيكو، توها نازلة الحين، موجودة في البوتيكات. المجموعة هذه تخليكم تحافظون على يعني لون الشعر لمدة أطول. خلنا نقول أول شيء طبعا هذا الشامبو ومعه اللي هو البلسم، هذا البلسم الله يسلمكم، وطبعا معهم اللي هو الماسك مال الشعر. إنزين، يعطي يعني شوي يعطي الشعر شيء مظهر صحي. إنزين، وطبعا يجدد جذور الشعر. إنزين، وبنفس الوقت بنات ينشط فروة الرأس اللي هو شنو، هذا الماسك. إنزين، بعدين معاها السبراي، هذا اللي تشوفونه هو سبراي حق الشعر. المجموعة كلها إنزين خلنا نقول إنه تخلي اللون الصبغة يطول أكثر، يطول بطريقة صحية، عرفتوا يعني يحافظ على لون الشعر لكن بطريقة صحية. المجموعة وايد يمدحونها صراحة، أنا راح أجربها لأن توني بعد أنا صابغة شعري. الشامبو مع الكونديشنر، الماسك بعد يقولون شيء يعني وايد قوي. إنزين، وهذا السبراي حق الشعر، وبنفس الوقت البلسم بعد بنات مو بلسم عادي، هم بعد يعيد حيوية الشعر وشوي يخليه يحافظ على انه ما يطيح الشعر عقب الصبغة. الماركة هذه عموما انا وايد سمعت ناس سولفت عنها وايد ومو شوية. انزين، بس اكثر شيء الحين قاعدين يسولفون عنه هي مجموعة، المجموعة هذه الحين سولفت لكم عنها اللي هي هالمجموعة كلها تخليش تحافظين على لون الشعر زيادة. هذه المجموعة جديدة نازلة من براند آيكو. الحين هذه المجموعة شدتني لأنها كاملة، فيها وايد منتجات حق الشعر المصبوغ. وحتى يعني شوفوا، أنا عن نفسي في وايد براندات أستخدم منها أشياء حق الشعر المصبوغ حتى وأنا شعري مو مصبوغ. أقول لكم شنو موجود في هالمجموعة. أول شيء توني قريت إنه هو for colored or damaged hair، يعني حتى اللي شعرها تعبان يحتاج عناية، تحس إن شعرها جاف، الأطراف عندها متقصفة، تقدر تستخدمه. أول شيء في شامبو وكونديشنر، وفي ماسك، وفي هذا السبراي اللي هو السبراي التريتمنت، هذا اللي تقدرون تستخدمونه بأي وقت، سواء حق وهو الشعر مبلل أو ناشف، يعني تخلونه معكم طول اليوم تستخدمونه وترشون منه خاصة على الأطراف. المجموعة بالكينوا واللافندر والريحان، وفيها الزيوت اللي تحتاجها أطراف الشعر وفروة الرأس. أول شيء اللي حبيته فيه إن الماسك حلو ويصير تستخدمونه حق فروة الرأس، فهذا الماسك يعني يغذي الشعر كله حتى مع الفروة. وقاعدة أقرأ عن الكوليكشن كامل، إنه في مكتوب إنه يعطي اللمعة هذه حق الشعر، خاصة هذا السبراي وحتى الماسك إذا استخدمتوه حتى بشكل يومي ما رح يضركم، أو يوم وترك على حسب أنتوا يعني إيش كثر تغسلون شعركم. فوايد يعني تحمست إن أنا أجربه، وبجربه وبوريكم يعني النتيجة يعني بعد الاستخدام، وبشوف إذا حبيته هم راح أقول لكم. نهاية
هذه المجموعة من بوتيكات حق الشعر من براند إيكو. هذا البراند يهبل حق الشعر، يعني كل شيء فيه يعطي لمعة حق الشعر، فما بالكم من هذه المجموعة تعيد بناء الشعر التالف والشعر المصبوغ تحافظ على لونه. اللي يعرفني من زمان يدري ان انا استخدم الاقنعة الماسكات اللي حق الشعر، اللي عبارة عن مثل تشياسة شي تنحط او قبعة. شفتوا المادة اللي تكون داخلها؟ هي بالضبط 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 عبارة عن هذا الماسك. هذا الماسك ينن بنات رهيب، وما شاء الله ما شاء الله بس يتعبى عندي بالبوتيك يرجع يخلص. فهذه المجموعة وايد سعرها حلو حق لمعان الشعر، يعني أنا ثلاثة أرباع لمعة شعري من هالبراند لأن أنا ما أقطع ماسكاته. هذا البوكس وصلني من فترة، حتى صورت لكم يا يوم وصلني. المهم هو من إيكو. إيكو هذه نفس الشركة اللي أنا أستخدم ماسكاتها وأستخدم المشط تبعها، يعني من أقوى الشركات في منتجات الشعر. تمام أوكي، أوريكم الحين البوكس وشي من جوا. طيب إيش موجود بالبوكس؟ شامبو، بلسم، هذا البخاخ للشعر، هذا الماسك. بنات اللي جربوا إيكو الماسكات الورقية العادية اللي كأنها قبعة، هذا نفس الوردي أوكي؟ في واحد فيهم وردي للشعر التالف في التعبان مرة وللشعر المصبوغ. هذا هو الماسك، يعني أنا صراحة استخدمته كثير من ماسكات إيكو العادية ومن هذا الماسك بعد، تكميته حلوة. بهذا أو البوكس هذا كله عبارة زي ما نقول تقريبا 3 في 1، يحمي الشعر، يعالج الشعر، ويحافظ على لون الصبغة. أكثر شيء مميز بالنسبة لي في هذا الماسك أنه باللافندر، ريحة اللافندر مرة فايحة فيه، يعطي لمعة رهيبة للشعر. اليوم بستخدم منه إن شاء الله. أوكي، هذا الشامبو، هذا البلسم. أكثر شيء أنا أحبه بالشامبو، أي شامبو أستخدمه لازم يكون يطلع رغوة، يطلع رغوة مرة كثير، ولا أحس ما ينظف، ما ينظف شيء أحس إذا ما في رغوة كذا وصابون وحركات. شامبوهات ومجموعات الشعر اللي استخدمتها من جديد وكتير حبيتها، وأكيد طبعا أي شيء بحبه بحط لكم إياه بالبوتيك. طبعا أنا استخدميتها بس رجعتهم هيك بالقلب عشان تحسوا الشكل هيك مرتب وحركات بركات. طبعا كلكم بتعرفوا أي واحدة بدها تصبغ شعرها، تخصل شعرها، تسحب لون، بدها تتحمل إنها تعالج شعرها وتوفر له يعني حماية، توفر له عناية عشان ما يخرب ويصير يوقع. خصوصا اللي زيي أنا سحب لون طرف شعري، فكتير بحاول أعتني فيه، يعني بستخدم دائما أشياء تكون خاصة لهذا الموضوع. عشان هيك أنا لفتت انتباهي هاي المجموعة، هي نازلة جديد بالبوتيك، كتير حلوة، فيها ماسك وشامبو كونديشنر يعني بلسم وبخاخ. هاي المجموعة أول شي بترطب شعركم، الشعر بينشف بعد الصبغة، بترطب لي شعري، بحس إنه هيك ما فيه نفشة، مو ناشف، وبنفس الوقت هيك بتحسوا اللون ما بيروح، يعني الشامبو العادي بيشيل لون الصبغة، هاي بتحافظ لكم على هيك اللون، بضل غني بالشعر ما بينزل زي لما تستخدموا شامبو عادي. صراحة هاي المجموعة صار لها عندي تقريبا شهر، يمكن يصير لها عندي مدة. اليوم لقدرت اني احط لكم اياه واوفر لكم اياه بالبوتيك، فراح احط لكم هلا رقمه بالبوتيك، اذا بتحبوا انكم تطلبوا ارفعوا الشاشه بتنتقلوا فورا على البوتيك. بنات اليوم بحكي لكم على البوكس العنايه بالشعر. هذا البوكس بيجي سيت كامل، فيه 4 شغلات: الشامبو، الكونديشنر، الماسك، وريحته بتجنن ومفعوله اصلا كتير حلو، وسبراي الشعر للشعر التالف والشعر اللي بيعركش اللي بيجعد ببعضه. هيدا بيسهل عليكم السشوار، حتى لو ما بتكون تعملوا السشوار بس مجرد ما ترشوا راح ينزل معكم الشعر سبراي. العلاج اللي فيه للشعر المصبوغ، للشعر التالف، للشعر الخفيف، لأي مشاكل أنواع الشعر. ومجرد ما تحطوه وتفركوه على جلدة الرأس راح تحسوا بآيس، بتحسوا نفس النعنع هيك ببرد جلدة الرأس. هو هون العلاج للشعر. البوكس متوفر عندي بالبوتيك، كل البوكس سعره كتير حلو وكتير معقول. حطيت لكم بعد هذه المجموعة، أنا صايرة وايد أحب أهتم بشعري خاصة بعد الصبغ وبعد تركيب الإكستنشن، صار الاهتمام دبل.
وايد احب منتجات الشعر، فحطيت لكم ايكو اللي المنتجات الخاصه بالشعر المصبوغ، اللي يكون فيه شامبو مع كونديشنر مع ماسك ثقيل اللي هو كولر بروتكتور بير حق تعزيز لون الصبغه. والشعر دائما الشعر المصبوغ يكون وايد ضعيف ومتكسر، والاطراف تكون مثلا متقصفه، هذا يسوي لك مثل ريبير كامل حق الشعر. راح استخدمه واقول لكم رايي عنه. وحاطين السبريهات اللي انا وايد احب السبريهات اللي لما يكون شعرك مبلل قبل السشوار او بعد السشوار عشان يشيل النفشه، فوايد حبيت المجموعه وحيل متحمسه اني استخدمها، وسعرها وايد زين. شوفوا هني for colored or damaged hair هذا الشامبو، ومكونات المجموعة كاملة كلها أشياء طبيعية اللي فيها مثلا كينوا، sunflower seed extracts، يعني كلها أشياء natural. كل شيء يعزز اللون ويسوي repairing حق الشعر المدمر أو الشعر المتقطع من الصبغ. شوفوا هذا البوكس اللي هجيب نزلته لكم بالبوتيك ايانا، طبعا انا من صبغت شعري وانا مهتمة فيه. هذه المجموعة حق الشعر المصبوغ والشعر التالف عشان تحافظ على لونه، مكونة من ماسك حق الشعر او شامبو وش اسمه سبراي حق الشعر وبلسم. طبعا هذه المجموعة مكونات شنو؟ الخزامة والعرعر والريحان وكلها زيوت. شنو تسوي؟ تسوي ان هي تدش داخل بصيلات الشعر وداخل الشعر ترطبها وما تغير لونها. مجموعة اتينن وسعرها نار، موجودة بالبوتيك. ايكم هذا البوكس كامل. نزلت لكم هالبوكس، صايرة طبعا انا احب اهتم شعري بطريقة مش طبيعية. نزلت لكم هالبوكس، البوكس الكبير من ايكو، وايد مدحولي البنات وسمعت عنه سمعات طيبة وحلوة. فقررت ان يكون عندي بعد انا في البوتيك حق الناس اللي يصابون شعرهم ومتضرر، تقدرون تستخدمون هالمجموعة. بفتح البوكس معاكم عشان تعرفون شو في هالبوكس. اول شي حابة اقولكم سعره وايد حلو، وايد يسوى، بوكس كبير حق الشعر المصبوغ. الاشياء المتوفرة في البوكس عبارة عن شامبو كونديشنر، وهالسبراي تقدرين ترشينه قبل السشوار بعد ما تتسبحين عشان يحمي لك الشعر ويحافظ لك على اللون. اما هذا هو الهير ماسك، ما شاء الله الكمية كبيرة وايد حلوة.